فريق الفتح الرباطي فيما كأدير الكل من أنس باش دايرت مباراة رسمية برفقة فريق الفتح الرباطي عمير مدكور يلعب التماسي فريق الرش الرياضي بس تكون البداية من شر الفريق الأخضر كذلك عبر الشيري يمنع يختار ماذا يختار التريوت هنا العربية مشات خارج الملعب ركلة مرمى لفائدة عناصر فريق الفتح الرباطي قد تكون مباراة الفتح الرباطي والرش الرياضي والرش الرياضي والفتح الرباطي لطالما حملت في طياتها الندية والتشويق والأهداف والرجاء بنظام الدوري الوطني الاحترافي منذ موسم 2011-2012 من أصل 9 مباريات لعبها بالعاصمة الرباط من فريق الفتح الرباطي لم يحقق الفوز سوى في مباراتين أخيرها كان لقاء إياب الموسم الماضي اللي كان الذي جمع الطرفان بملعب مولاي الحسن برسم الجولة الثالثة والعشرين